أخيرا الفرضات كاملة خارج حدود سلطات الميليشيا بعد معارك عنيفة استمرت لأيام. تمكنت قوات المقاومة والجيش الوطني من اقتحام معسكر فرضة نهم الاستراتيجي، وصار الموقع بكامله ضمن خارطة الشرعية. يأتي سقوط المعسكر بعد ساعات من سيطرة الجيش والمقاومة على قمة جبل سحر وعدد من المواقع المطلة على معسكر الفرضة، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا التي كانت لا تزال في الموقع، بينهم 4 قناصين بحسب مصادر في المقاومة. السيطرة على معسكر اللواء 312 في الفرضة تمت بعد ساعات من المواجهات العنيفة داخل أسواره، سقط فيها 9 شهداء من المقاومة والجيش والعشرات من عناصر الميليشيا قبل السيطرة على المعسكر بشكل كامل. سقوط معسكر الفرضة كان تحصيله حاصل، خصوصا بعد ان تجاوزته قوات الشرعية وصارت في مواقع متقدمة عليه بعد تعذر اقتحامه سابقا بسبب الكمية الكبيرة من الألغام التي زرعتها الميليشيا على أبوابه. معسكر الفرضة آخر نقطة في السلسلة الجبلية على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، وهو ما يجعل الطريق سالكا أمام وحدات الجيش والمقاومة، وبما يسمح بمرور تعزيزاتهما إلى المنطقة ليتمكن من إطباق الخناق على ما تبقى من مواقع الميليشيا في نهم. عقبة أخرى أزيلت من طريق الشرعية إلى العاصمة، حتى وإن كانت قوات الشرعية قد تجاوزتها فعليا في وقت سابق، إلا أن السيطرة على معسكر الفرضة تعجل كل المواعيد السابقة المضروبة مع صنعاء.